سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم بخير. اليوم جيت معكم نهار جديد، روتين جديد، وغدا نشارك معكم الحارة كيفاش غنديروا ليها. يعني هنايا عندي كيلو ديال الحارة الحمراء، وعندي معلقه عابر انا بهذا التحميره الحلوه باش تعطيكم واحد اللون زوين. وهاد المعلقه هذه هي اللي عبرت بها الملح، معلقه نيت، ومعلقه ديال القزبر مطحون، وعندي الهاشوار اللي غنطحن به، والزيت تنديرو حتى الاخر ملي تنحيت بقى غادا طيب، خاصها تنشف من الماء وعاد غادا نديرو له الزيت. وكاينه هنايا عندي اللي قال ضروري اللي قال تديروهم، الا ما درتوهمش راه كيما قال ما نقولش لكم، عاد قد تقيس عاد تحرككم يعني في ما قصتو يا وجهكم يا يديكم، وتتبقى حتى 3 ايام ولا دات فوتكم. انا تنصحكم ديروا هاد اللي قال هادو ما ديروش الاخرين. وعندي هنايا هاد القراعي هادو كي تشوفوا هادو، دابا انا راه غادا نديرهم نعقمهم في الماء، نعاوركم الطريقه اللي ندير ليهم. غنجيب هاد القميله هادي غندير فيها الماء، وغادا نردهم في البوطه واحد نص ساعه بحال هكا، نشعل عليهم ونخليهم يطيبوا. فهاديك طايبه فين تيطيبوا تما فين تيتعقموا، وما تتخسرش ليكم يعني، واخا ضروا حتى عام ولا اكثر ما ديروها لا في الفريغو لا والو، تتخليوها غير برا. وانتم دابا كي تشوفوا هنايا انايا دم القراعي هاديك القميله ندير لهم بحال هكايا، هاكا عندي شوية المنيت باش يلقاو فين ملي تقاد تبخ الما يلقاو فين يتحركو. هانتوما القياس لي غديرو، حيت أنا عندي غندير غير هاد الكيلو يا ربعي، خرج ليا الجوج هادو، ولا بقات شي حاجة رانا نوريك. ودابا هادو غنحيدوهم، مغنحتاجهمش دابا حتى ملي غادا نبغيو نديرو نوريكم حتى هادو حتى لاخر عاد كنديرو لي عقم حتى هما نيت. حنا تندوزو هنايا لهاد المرحلة، كنديرو بحال هاد الشكل هدا. أنا تنخلي بزريعة ديالها، ونتوما بغيتو تحيدو لا الزريعة يمكن ليكم تحيدوها، علاش؟ كلي مع ديك الزريعة تتعطي واحد المنيطر زوين. كنديرها انا بحال هكايا، ولكن هذه ملي طحنوا بها وتسالي وتحاولوا ديروا ليها جافيل وتخليوا هبات فيها ولا شفتوها بزاف عندها هاد البيضيه هذه، تحيدوا لها هذه. انا تنحيدها غير هاد البيضيه الا كانت فيها بزاف، اما الا ما كانتش بزاف يمكن لكم تخليوها راه ما عندها حتى شي. وزريعه اختيار تبقى ديالكم يعني، واش تحيدوها ولا تخليوها، شوف كل اللي انا بعدا كتعجبني تجي زوينه، وراه غادي احسن من هذيك الهريسه اللي تشريوها بحال هكا ديال الزيتون، ولا تتكون يعني ما عرفتو اشنو هذه اللي كنا تديوها ليديكم وتتبقى عندكم واحد المده كما تتبغيو. تجبدوا ديروا شويه وتخليوها، ديك الساعه ملي تبداو تستعملوها راه ما تخليوهاش برا، حيت جات تتحل تخليوها في التلاجة.
ودابا كي تشوفوها انا دابا انا غادي نطحنها هنا مزيان وغنديرها في الكاميلة هذه باش غنخليها طيب. الا نطحنو دابا هادشي كامل غنديرو هنايا ونخليها طيب ونبقى مره مره نحركها حتى تتنشف من المنظر. والحاره الا تاخذو بحال هذه، علاش هذه ما تتكونش حلو داك عفوا ما تتكونش حاره بزاف، هذيك اللي خديتو هذيك الصغيوره راه تتكون بزاف قاطعه حاره، هذه تيمكن لكم تاكلوا في الهريسه مزيان ماشي مشكل. تحلو تشوفوا بحال هكايا وتستعملوا هذه وتهبطوا بحال هكا شويه الريحه تطلع معكم. لو بغيتوا ديروا حتى كمامه ديروها ماشي مشكل. شوفوا راه طحنت مزيان، نديروا لها بحال هكايا تحيدوا هذا. ودابا غنجيبوا الكميلة هنا اللي قلت لكم وغنطبخها بحال هكا. تشوفوا كيفاش تجي، راه هي تطلق الماء من عندها، هذا الماء ديالها راه ضروري خاصها ملي طيب تنشف. واش قلت لكم هذيك الزريعه راه تتبقى يعني بحال هكايا وراه زوينه تجي واحد المنظر زوين فيها. دابا انا ملي كملتها هنايا هانتوما كتشوفوا الفقره اللي درت كل بطاقه وحده باش مابقاش عاد. وهادو غنديهم دابا ملي بداو تيطبخوا غنديهم يتعقموا. دابا غنستمروا هنا نطبخوا كامل. دابا انا ملي كملت ندير كلشي في الكاميلا هنا وغنديروها غادا طيب ونوريكم كيفاش غنخليها طيب. تخليوها طيب ماشي عافيه من الجهد باش تطيب في خاطرها وتشرب هذاك الما كامل اللي فيها، حيت ملي تنشف هذاك هو الما اللي خليتوها نشفت هذاك هو اللي ما تيخليهاش في اللخر تخسر. حطيتش معكم نسيت واحد نص حامضه، تشدوا نص حامضه تعصروها حتى نوريكم في الاخر.
هانتوما شوفو كيفاش هذا هو اللي طحنت، وانا غادا نديرها تطيب ونوريكم كيفاش. دابا كيما شفتو هاد الماء القرعات اللي قاعد متيتعقمو، وعاد شدو شي حاجه بحال هكايا باش تحركهم الشرط يكونو حامين، وتدلبوهم تخليهم يتعقمون. غنقص عليهم راه تقريبا دابا جا لحد نص ساعه، ودابا انا غادا نشعل على حساب حاره غنطيبها. هذه الحاره دابا اللي قلت لكم، انا راه غنردها هنا طيب. وغنستعملو المعلقه ديال الخشب مره غنحركو بحال هكايا حتى غادا تنشف، وعاد نزيد المقادير الاخرى ونص حامضه اللي قلت لك. انا دابا رجعت معكم، راه شفتو كي دخل الطياب دابا هنايا بدات تنشف، هيا نشفت. ولا ندير قلت لكم الملح، معلقه ديال الملح، معلقه ديال القزبر، الزيت غنديرو شويه بالزيت واحد الثمن كاس لا ربع هكا، وهذا غندير دابا هنايا تشوفوا هذه نص حامضه انا نعصرها، وانا نعصرتها غنديرها هنايا ونحركو ونخليوها حتى الزيت طيب باش يطيب مع هادشي هاد الخليط هذا. صافي عاد تشوفوا يبقى ديك الساعه ملي تنشف يبقى غير الزيت صافي، الطاوله تبرد وديروها في القراعي، ونوريكم حتى كيفاش ندير القراعي دا واش كاين دابا كي تجي دابا. دابا البنات انا رجعت معكم نوريكم كيفاش ولات القرعات اللي كتعقمت في الاول، راهم هادو راه مسحتهم ناشفين والقرعات ديالهم هادو. وهنايا كي تشوفوا راه هي دي راها نشفت مره ما بقاش فيها لا ما لا والو، وقع الزيت. نقرب لكم تشوفوا ها كي تجي تجي بحال هكايا. ودابا انا غنديرها في القرعي وتشوفوا كيفاش جات، شي ملعقه صغيره اللي غتهز ليا. ودابا هادو هما اللي خرج عندي، خرجت هاد القراي عادي تقريبا راه مرا ناقصه واحد شويه، وهاد شويه اللي خرج هنايا راه نخلي نستعملو وهاديك غنخملها، وتندير شويه د الزيت يعني ضروري تديرو شويه د الزيت. صافي دابا هادي منين غادا نسدها نسدها بحال هكا، ولكن غنخليها تبقى بحال هكايا باش هذاك النفس ما تبقاش تدخل. دابا غادي نخليها انايا نستعملها، وهادي غنخليها بحال هكا حتى غتهود كلها، نخليها تبقى واحد 3 سوايع ولا دابا بحال هكا، عاد نرجعها تخليوها ترجع بحال الشكل بحال هكايا. ولا عجبتكم كتبوا في التعاليق، وشاركت معكم انا هادشي اللي تنديرو للدار، وتيبقى واحد المده يعني ما تتندموش عليه. اما لا بحال هكايا راه تتبقى قلت لك تلاقي العام وما تيوقع لها والو. يوب ولا عجبتكم كتبوا لنا البنات وشي لايك خصكم، غادي نشارك معكم دائما الحوايج، وباقي غنشارك معكم شي حويجات اللي عجبوكم النيت، ونهاركم مبروك البنات. انا غنوريكم نشارك معكم شريت هاد بياسترا راه زوينات هادو، ورا مشيت لدرت الدورة في أفشيو ورا لقيت هادو، راه حاطة منهم حيت راه قلال فين تلقايهم تيجيبوهم، كتير تا تيكونو في ليدال ولا في بلايص خرين، ولكن لا ولاو تيجيبوهم الثمن ديالهم داير لهم 25 أورو. ورا لقيت أنا بقا ربعة خديت منهم أنايا، راه طارو بالزربة نص واحد المغربية قالت لي راه كانوا في الصباح راه طارو بالزربة، وراه يعني راهم زوينات هادو، راه أي واحد تيشكرهم
هاد السيده راه خايبه من النيت وقالت لي راه مزوينات على باش خديتها انايا. يمكن ليكم تحطوها في طابله وتبغوا دابا من تيبرد الحال وداكشي تيولي بنادم يبغي يدير شي طيبات ولا هذا تحطوها وتتاكلوا داك الشوا سخون ماشي مشكل، وتستعملوها في المسمن حتى تجي زوينه، ولا حريشات يعني باش تبقى يكون نوبات ديري بيرو حيده ولا بجوج في الفراح. هذه راه تبارك الله راه تهز راه زعما كاينه، وانا نوري لكم تشوفوا كي دايره. طرف خايب ديالها وهذه راه كانت في ديك الكرتونه نيت فاش تيهبط هذاك الليدام تيهبط هنايا. شي في هادشي هادي ديرو لها بحال هكايا تدخل لتحت، هادي تتبقى لتحت، وهادي راها تتجي هنا. نوريكم حتى في الشكيكي إلا بغيتي ديروها حتى في الطابلة، أنا وريتها ليكم في الطابلة تديروها بحال هكا. أو هاديك الساعة راها ديروا له بحال هكايا، وتديروا الخيط فيما بغيتي ديروا شي تشاباطه الا كانت عندكم قريبه. وهنايا راه قلت لكم انايا تستعملوا بحال هكا الشوا ديالكم ولا داكشي الطيبات اللي تديروا راه تتاكلوهم سخان زوينات. والطابله تتبقاو جالسين يعني راه داكشي تيبقى حاط الوسط باقي يكون زوين. واللي بغاها راه انا نعطيكم نصيحه، اللي بغى يمشي ياخذهم راه كانوا باقين قالت لك راه غيجيبهم حيت هما من تيبداو يجيبوا شي حاجه راه تيبداو يجيبوها. ولي بغا يدير شي دواره اللي لقاهم راه الثمن زعما مناسب، راه ماشي شي ثمن اللي نقولوا غالي. وهذا هو اللي ولا دابا تنقول لكم شي حويجات اللي تيكونوا زوينه راه تنوريهم لكم. هذا هو الشكل ديالها، راه في السمره كتكون في الحريشات راه يهزوا.